بص هنبتدي الاول باللوكيشن. احنا في شارع التسعين الجنوبي ماشيين على طول الجامعة الامريكية على ايدنا اليمين، على الشمال ميفيدا، نكمل قدام قطامية ديون هايد بارك. اول ما نوصل عند هايد بارك التسعين الجنوبي في نفق بننزل ونطلع في وشنا الارض، يعني ده جارنا هنا هايد بارك، الناحية التانية اللي ظهرنا الناحية التانية العاصمة الادارية الاكتاجون اللي هي الاكتاجون ده اللي هو بتاع وزارة الدفاع الجديدة اللي هيبقى هناك، ده الدائري الاوسطي نفسه. فالمشروع برايم لوكيشن قوي، البنية التحتية بتاعته والانفراستراكشر بتاعة العاصمة، لكن احنا واخدينه ترخيص ارض التجمع، يعني احنا واخدينه العقود كلها طالعة جهاز القاهرة الجديدة. فهي دي المستين، يعني ان احنا على الدائري الاوسطي نفسه، ده الكوميرشل اللي هيفتح والادمن اوفيس، ده النادي ال 45 فدان اللي هو زد اف سي الجزء ده كله، وده الجزء بتاع ريزيدنشال، وده السنجل فاميلي الفيلا اللي هناك الجزء ده. عندنا الجزء بتاع الريزيدنشال ده جي بلس 8، عندنا من اول 1 بيدروم 85 متر، عندنا 2 بيدروم في رينج ال 2.6 2.7 وقست على 9 سنين، فولي فينيشد بالتكييفات وبالمطبخ تمام وبالجراج تمام، وده قست على 9 سنين تمام. عندنا السنجل فاميلي داون بيمنت 10 ولا كام؟ داون بيمنت 5 و5 اوكي. السنجل فاميلي بقى فيها برودكت ميكس رائع، عندنا في دوبلكسز، الدوبلكسز دي من اول 5.5 برضو متشطبة بالتكييفات وبالمطبخ وبالجراج، عندنا التوين هاوسز والفيلل والشاليهات، عندنا برودكت حلو قوي اسمه شاليه، ده زي السينيور شاليه بتاع هاسياندا، عارفوا اللي هما المبنى بيبقى فيه اربع شاليهات، اثنين تحت بالجاردن واثنين فوق بالروف تمام، او اكشلي زي 180 متر بتاع لافيستا الحلو العريض تمام، الناس بتحبه ده تمام. فده بقى بينفع ناس كتير زي مثلا وعايز واحد هو وابنه بس مش عايز مثلا يطلع سلم، فممكن هو ياخد الدور الارضي وابنه ياخد اللي فوق بالروف تمام، وده الرينج بتاعه برده 7 مليون، فهو فرينج لطيف. التاون هاوسز برده فرينج 8 مليون، ده برده متشطب، فعندنا برودكت ميكس لطيف.